السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بفيديو اليوم رح نتعرف عن أهم مشتقات الفعل جيبن. وقبل ما نبدأ بالفيديو يا ريت تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة ليصلكم كل جديد، ويلا نبدأ. أب جيبن يقوم بتسليم أو يسلم شيء ما. مثال: Bevor Sie das Hotel verlassen, geben Sie bitte den Zimmerschlüssel bei der Rezeption أب. قبل مغادرة الفندق يرجى تسليم مفتاح الغرفة في مكتب الاستقبال. إذن أبجيب يعني يقوم بتسليم أو يسلم شيء ما. الفعل الثاني أوسجيب، يصرف أو ينفق. مثال: Mein Vater gibt monatlich viel Geld für sein Auto aus. أبي يصرف شهريا الكثير من المال على سيارته. Ausgeben يصرف ينفق. Aufgeben يستسلم. مثال: Jeder Mensch soll seine Träume nie aufgeben. ينبغي على كل إنسان ألا يستسلم لأحلامه. Aufgeben يستسلم. Zugeben يعترف. Ich gebe zu oder dazu, dass ich manchmal übertreibe. أعترف أنني أبالغ أحيانا. الفعل الثاني vergeben يسامح. مثال أو عن اقتباس: Der Schwache kann nicht vergeben, aber Vergebung ist Merkmal der Starken. لا يمكن للضعيف أن يسامح، لكن السماح سمة من سمات الأقوياء. Angeben، هذا الفعل له معنيين. المعنى الأول أعطي أو أدخل بياناتك. مثال: Geben Sie bitte Ihre Daten an. Zum Beispiel Vorname, Nachname, Adresse, Postleitzahl, Stadt und so weiter. Anatani, du gibst immer an, wenn du etwas Neues kaufst. أنت تتفاخر دائما عندما تشتري شيء جديد. وكيف بقول لواحد أنا أعطيتك كلمتي؟ أو أنا بعطيك كلمتي؟ بكل بساطة بقول له Ich gebe dir mein Wort. ومعنى الفعل الأخير Bescheid geben، يعني أعطيني خبر أو خبرني. مثال: Gibst du mir bitte Bescheid, wenn du am Bahnhof ankommst? Gibst du mir bitte Bescheid, wenn du am Bahnhof ankommst? هلا أخبرتني من فضلك متى تصل أو عندما تصل إلى محطة القطار؟